ينضم معنا مشاهدينا الكرام من واشنطن للحديث عن فشل الحكومة الأمريكية باستيعاب جائحة كورونا وتجاهل إدارة ترامب لها وسط اتهامها للصين بتصدير الوباء. معنا دكتور صفي الدين حامد، رئيس المركز مركز العلاقات المصرية الأمريكية. مرحبا بك دكتور صفي الدين حامد. ترامب يعلن لأول مرة حالة الكوارث القصوى في عموم الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أي مدى كانت إدارته ضالعة في التقاعس فعلا عن أي إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا من وجهة نظركم دكتور؟ تحياتي لك ولكل المشاهدين. حياكم الله. وأنا أعتقد أن الرئيس ترامب سيساءل على التأخير في يعني أخذ القرارات الصعبة في الوقت المناسب. هو تأخر على الأقل يعني 3 أو 4 أسابيع، وكانوا يعني يعتبروا أسابيع حرجة جدا في مقاومة هذا الوباء. لكن هذا برضو لا يعني لا ينفي أن الصين أيضا حصل منها تعتيم، لأن هي كانت تعلم يبدو لنا أنها من شهور نوفمبر أو ديسمبر على الكثير أن هناك وباء يجتاح الصين ولم تصح للهيئات الدولية. فالحقيقة أن يعني من سيساءل بعد هذا سواء منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أو الصين، حكومة الصين اللي هي طبعا لا أحد يستطيع أن يعني يقاضيها وخلافه، دولة شيوعية جمهورية باطشة وهكذا. ولكن لا شك أن أيضا الرئيس ترامب سيسأل في الوقت المناسب. طبعا ماذا يعني الرئيس ترامب عندما يتحدث ويقول إنه سوف يحكم عقله فيما يخص الإجراءات التي سوف تتخذ للحد من الفيروس، وأن الولايات المتحدة ينبغي أن تبقى مفتوحة؟ يعني من وجهة نظرك ماذا نفهم من هذا الكلام؟ هل لديه خطة معينة واضحة للوقوف بوجه أو مكافحة هذا الفيروس في الولايات المتحدة؟ لا أعتقد أنه عنده حاليا خطة واضحة في ذهنه، لأنه في الحقيقة هذه الإدارة، إدارة رئيس ترامب، إدارة غريبة الشكل، أنها أخذت يعني موقف معاند مع الدوائر الطبية والعلمية والبحوث، ولهذا كان التأخر في صناعة القرارات، والآن الصراع دائما على الناس يعني يطلبوا منه أرجوك لا تسوق التفاؤل الزائد، لان احنا لا نعلم، احنا لا نصنع القرار، اللي بيصنع القرار الحقيقه هو الفيروس نفسه. وامريكا طبعا ستكون بطبيعه الامر اللي مستواها العلمي والتكنولوجي والبحثي ستكون هي المكان الذي باذن الله يخرج منه الحل، سواء المصب او البحث العلمي اللي هيعطينا كل الاشياء التي نجهلها هذا الفيروس. دكتور يعني في يعني ما هي مخاطر فتح ترامب سوق العمل على هذا النحو في نيويورك، مع ان المدينه يعني يداهمها خطر اجتياح فيروس كورونا؟ الا ترى ان هناك يعني ايضا هو يتهم الصين بنشر المرض من جهة أخرى يقوم بفتح يعني نيويورك، فتح الأسواق سوق العمل بشكل أوسع من السابق. هو الحقيقة رجل في شيء من التهور ومن العناد، لكنه لا يستطيع أن يغامر بأرواح الملايين، فهو طبعا بيحاول بقدر الامكان انه يتلافى اكبر مصيبه لحياته الشخصيه هو ونجاحه كزعيم. هو طبعا كان دائما فخور ان الاقتصاد الامريكي في عصره بلغ الذروه، وبهذا هو لا يستطيع انه يعني يعطل هذه الارتفاع اللي حققه في اثناء
هو ده يعني عزيز عليه جدا، ولذلك هو في صراع يعني شرس، كان يتمنى انه يدخل التاريخ ان هو الاقتصاد الامريكي طيب. وصل الى الذروه في عصر ترامب، لكن هو في الحقيقه الاقتصاد الامريكي اذا استمر يعني في هذه النقطه، نقطه الاقتصاد الامريكي، يعني من وجهه نظرك يعني هل فيروس كورونا مثل نقطة الذروة ربما إن صح التعبير لانهيار الاقتصاد بشكل ما، أم أن جائحة كورونا ليس لها أي تأثير على الاقتصاد وكل ما يحصل الآن هو عبارة عن إشاعات بالتالي تترجم إلى اضطراب؟ لا إشاعات، لا هذا الكلام يعني يترك لبسطاء العقول، لكن احنا بنتكلم عن مثلا اعداد رهيبه من الناس اللي فقدوا وظائفهم، وتضطر الدوله الان انها تعطيهم يعني معونات اجتماعيه من الخزينه الامريكيه، مصانع قفلت، متاجر، يعني اشياء الحقيقه قصمت ظهر المجتمع الامريكي كله. فيعني هذا لسوء حظ ترامب شخصيا، هو بياخذها لانها طبعا يعني قصمت ظهره، لان هو كان بيتمنى انه يعيد انتخابه بناء على الانجازات الاقتصاديه. هذه يعني هذه سنه كونيه، ما يحدث وباء كل 100 سنه جاءت في عصره، لكن هو هيعاند كثيرا قبل ان يواجه الامور، انه لا يمكن المجازفه بارواح الملايين، خاصه انه الى الان في نقص شديد في المعدات الطبيه ونقص شديد جدا في استجلابها. يعني كما تعلم دكتور، يعني يعول ترامب على الانتخابات الرئاسيه المقبله، ما مدى تاثير هذه الظروف التي تمر بها الولايات المتحده وجائحه فيروس كورونا على الانتخابات الرئاسيه في امريكا؟ لا طبعا، هو اولا دي امور غريبه جدا لم تحدث من قبل، ولم يعني تحدث في امريكا، حتى التخمين او يعني محاوله اكشاف الامور. هو طبعا امريكا بعد والعالم كله بعد زوال هذه الغمه ان شاء الله لن تكون الحياه كما هي في على كل الاصعده، واعتقد ايضا انه بالذات اذا اصر الحزب الديمقراطي ومن فيه الكونجرس ان هم يسائلوا ويسالوا السؤال الجوهري، لماذا تاخرت؟ لماذا لغيت مثلا جهاز الابحاث الطبيه اللي كان موجود في عصر اوباما في البيت الابيض؟ نشكرك شكرا جزيلا دكتور صفي الدين حامد، رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية.